مساء الخير واهلا بكم، حلقة جديدة من بوكس تو بوكس. يستمر نزيف النقاط من النادي الاهلي. الاهلي يبحث عن الجراح الذي يوقف النزيف. مفيش حد عارف يوقف النزيف. النهاردة الماتش هنقسمه حاجتين، الجول اللي ما اتحسبش والفاولات الغريبة اللي حصلت والتصرفات التحكيمية الغريبة النهاردة الحقيقة كانت اوفر شوية من الحكم احمد الغندور، اقل من مستوى المباراة بصراحة، متنرفز جدا، يعني محتاج حد يقول له ان قوة الشخصية مش في التكشير والنرفزة والكلام ده، بقدر ما قوة الشخصية قرارات وسرعة القرار وتوقيت القرار، يعني ده اللي بيخلي الحكم قوي الشخصية، مش ان انت تكشر وتتنرفز وتبقى طول الوقت رفع حاجب ومنزل حاجب، مش كده. فعندك المباراة شقين، شق تحكيمي انا شايف الكرة جول، انا معرفش يعني انا مش متخصص في التحكيم، وبرضو الفار ومخرج المباراة معرفش المخرج ليه ذنب ولا لا، لكن الفار مدينا يعني لقطة 3 ثواني بس، وكنت انتظر مخرج المباراة يعمل لنا فيكس على الثلاث ثواني دول الخط عشان نشوف بالظبط الكرة اوف سايد ولا لا، لان كل اللي شايف الكرة هاتوا كده اللقطة يا جماعة، كل يعني انا شايف الكرة مش اوف سايد، يعني رجلين بيرسي تاو قبل رجلين الباك بتاع فاركو اهي، بصراحه يعني فاركو الباك بتاعهم رجليه الشمال متقدمه عن بيرسي تاو، وعلى مستوى الايدين الراجل بتاع فاركو برضو ايديه متقدمه اكتر من بيرسي تاو، والراجل حسام حسن اللي رادد ده مش متداخل في اللعب، والسرو عامله ميكستوني ما فيهوش حاجه، يعني انا قدام انا ثبتها اكتر من المخرج بتاع الماتش ثبتها، انا قدام الكره جول. هنحاول نجيب حد دلوقتي في التحكيم يحلل لنا القصه دي، لكن الكره جول. في شق خاص بالاخطاء دي، والفاول بتاع محمد محمود غريبه جدا، الحكم طرد اللعيب بعد ما رجع للفار في الوقت اللي الكره في الملعب حتى ما حسبش فاول، يعني انت اديت اقصى عقوبه في كره القدم الطرد، يعني معناها الكره كانت واضحه جدا وانت شايفها واضحه جدا، انما جوه الماتش انت اشرت باستمرار اللعب، فده يعني وانت جنب الكره والكره اتنين بس اللي مع بعض مش وسط زحمه ولا، والكره دي كمان غريبه جدا، اللي اسمه جيفرسون الغيني ده، جيفرسون انكادا الراجل الغيني ده ببطن رجليه في ركبه محمد عبد المنعم، يعني دي طرد ولا اتحسبت فاول ولا الفار رجعها، غريبه يعني دي اتحسبت فاول حتى، دي طرد ولا الكره بتاعه محمد محمود اتحسبت فاول، ولولا ان الفار استدعى الحكم ما كانش طرده ولا كان خد باله اصلا وما حسبهاش فاول، يعني اخطاء تحكيميه الحقيقه مدهشه، وبتيجي من حكام مفترض ان هم دوليين ومفترض ان هم صفوه التحكيم، ما تفهمش في ايه يعني بصراحه، يعني الاخطاء في ظل وجود فار فاقت الحدود، دي وقفة يعني وقفة محتاجة وقفة كبيرة جدا، بيكسب الاهلي يخسر مالناش فيه، يعني في الاخر يعني ممكن يتحسب الكرة جول وفاركو يتعادل ويكسب كمان، ده مالناش دعوة، لكن الكرة انا شايف وفق اللي قدام انها جول. هنحاول نجيب حد متخصص في التحكيم. الجزء التاني الفني، راجل سوارش لسه راجل يعني بيحاول، يعني بص يعني احنا ممكن نقعد 3 سنين نقول بيستكشف الفرقة، يعني احنا بعد المباراة التاسعة دي ولا العشرة لسه بيستكشف الفرقة، مش شايفين شكل ولا طعم ولا لون ولا ريحة، وكلها ألعاب فردية ومحاولات فردية من اللعيبة، شوية تروح رجعت ليهم وشوية محاولات فردية من بيرسي تاو ومن ميكيسون النهاردة الحقيقة، من علي معلول شوية، من وليد سليمان لما نزل شوية، بس كلها لا تزيد عن المحاولات الفردية، حمد عبد المنعم عمال يزيد من تحت لما نزل شوية عشان كرات الكرانر وكرات العرضية، كلها محاولات فردية، لكن التاكتكس في الملعب ايه؟ اللعيبة حافظة ايه؟ الجمل التكتيكية ايه؟ الفنيات في الاهلي ايه؟ مفيش خالص. هنقول زي ما ادارة الاهلي بتقول يا عم. الراجل لسه بيشوف، الراجل لسه بيتحسس، الراجل لسه بيستكشف، انت عامل ده لو بتستكشف موميا للأسرة الـ16 في العهد الفرعوني كنا لقيناها. على الأقل كنا جبنا الدكتور زي حواس وخلصنا. يعني لو احنا بنحفر عشان نستكشف المقبرة، ده لو الراجل بيستكشف مقبره جوه فرقه الاهلي كان كنا طلعناه. حاجه غريبه جدا.